مهندس انت بقالك قد ايه هنا في الشركه؟ انا بقالي 7 سنين هنا في سماف من 2012. من 2012 ان شاء الله. في تغيير ما بين 2012 و2019؟ اه ان شاء الله، يعني في تغيير للاحسن والمصنع فيه تحديثات اكتر وفي تطوير. انت بقى ايه مهمتك ايه هنا؟ احنا هنا جوده قسم الاختبارات، بنختبر اي منتج سواء مترو او سواء عربيه باور. قدامي دلوقتي عربيه باور. كويس. عربيه باور دي بنعملها للسكه الحديد، بتستخدم في عربيات اللي هي مكيفه، عربيات اللي فيها اناره، تبقى معاها ستوك كامل، بتتحط في اخر الستوك، بنغذيها كهرباء من تحت ويبدا تغذيه القطر كامل من هذه العربيه. العربيه دي هي اللي بتغذي المكيفات والاناره والمرأة كل حاجه فيها. انت بتعمل اختبار دلوقتي؟ احنا دلوقتي بنشيك على العربيه، على الكابلات، بنتاكد ان كل فرد وصله صح، الانسوليشن بتاعها تمام، متجر العربيه انسوليشن، مفيش كابل مجروح، مفيش اي مشكله فيها، لغايه ما بنوصل ان احنا بنعمل فانكشن تيست اللي هو اداء وظيفي للعربيه. دي طبعا في جوه في 2 مولد، مولدين كهربائيين، بنشغل المولد وبنغذي كهرباء ونتاكد ان مفيش اي مشكله، امبيرات تمام، فولت تمام، كل حاجه مستقره على الاجهزه بتاعتنا اللي احنا بنختبر بيها، نتاكد ان كله تمام. بعد كده بنعتمد العربيه وبنديها الاوكي بتاعها وبنسلمها السكه الحديد. الاختبارات دي بتاخد وقت قد ايه بقى؟ يعني ممكن 3 ايام. يعني 3 ايام؟ يعني مثلا العربيه تخش لك؟ بتخش بنعمل فيها الاول ظهري تمام، نتاكد كل حاجه تمام، التربيك كله تمام، الشاسيه كله تمام، كل الاجهزه مظبوطه كويس. بعد كده ابدا اعمل اختباراتي. اول اختبار بعمله اللي هو البيل تيست، بختبر اداء وظيفي لكل كابل بدايه ونهايه لغايه ما اتاكد ان كل كابل موجود في مكانه سليم، يعني ما فيش كابل مكان كابل تاني. بعد كده بتاكد بعد كده من اختبار تاني، انسوليشن تيست، اللي هو اختبار ميجر للعربيه، بتاكد ان ما فيش كابل وهو بيتشد الجرح حصل فيه اي مشكله واتاكد ان هو تمام. بعد كده ما اتاكد كل حاجه تمام، ببدا اجرب اداء وظيفي اللي هو فانكشن تيست للعربيه، ببدا اجربها واشغلها واتاكد ان هي تمام، ما فيش اي مشكله في الاداء الوظيفي بتاعها، خارجه تمام، امبير تمام، احمال تمام، كله تمام. بعديها بنبدا ندي الاوكي ان العربيه تمام. كويس قوي. عندك مراجعين عليك؟ لا، هو انا اللي بعتبر بستلم من المراجع. انا اللي براجع على الورشه، بس انا بيستلم مني السكه الحديد، يعني بتيجي تستلم مني وتاكد لو عندها اي ملحوظه بتقولها. تمام. بس احنا ان شاء الله يعني يبقى الاختبارات بتاعتنا بتبين كل المشاكل قبل ما السكه بتيجي، تتاكد ان العربيه تمام ما فيهاش اي مشكله.